مطورين ومصممين ومصممين العاب، نشتغل على العاب خاصه بطماطم. المجال الثاني اللي هو اللي قامت عليه الشركه اللي هو نشر الالعاب. نشر الالعاب هو كان الفكره تاعت الشركه اللي بدانا فيها، اللي هي نقدر ندور على العاب ناجحه بكل انحاء العالم من استوديوز مختلفه، نجيبهم من الوطن العربي، نعربهم، نشتغل عليهم، نخليهم العاب عربيه. 大家不能共处吗？ آلتي الموسيقية هي سلاحي. يجب عليك أن تشكر جوجية أولا. لا طلعت مصري. سوف أسيطر على العالم. سيدي إن هذه مدينتك، سأخذك في جولة بها لاحقا. أنا السيدة سون. هل تريد أن تموت؟ تعريب الألعاب بالنسبة لنا لا يقتصر فقط على دبلجة اللعبة. إحنا بنحاول نخلي الألعاب مناسبة للثقافة العربية أكثر منها مدبلجة. فبالنسبة لنا التغيير بتم على اللغة، فبالتأكيد في ترجمة للغة، في عنا الأصوات، كل الأصوات بتم إعادة مونتاجها عنا في الشركة، القصة تاعت اللعبة ممكن يتم تغييرها، الشخصيات والأبطال الموجودين في اللعبة ممكن يتم إعادة رسمهم بحيث يصيروا مناسبين للثقافة أكثر، وبشكل عام الألوان والثيم العام للعبة ممكن يتغير بشكل إجمالي ليناسب الثقافة. إدارة المشاريع بتبلش من أول خطوة اللي هي من الفكرة. بعد ما نعمل الفكرة بنقعد إحنا كلنا كفريق من مبرمجين ومصممين، نعمل إشي اسمه واير فريمز وسكتشات، رسمات للعبة داخلها. بنحدد كل الممكن الأشياء الفيتشرز اللي تكون داخل اللعبة. من بعديها المصممين والمبرمجين كل واحد بيشتغل على حدة على شغله. المصممين بيعملوا كل الصفحات المستخدم ممكن يمرق فيها، والمبرمجين بيشوفوا كل الفيتشرز اللي احنا حطيناهم لازم تكون جوا اللعبة وبيبلشوا على تطويرها. عملية التطوير اول اشي بصير في عنا مرحلة اللي هي تصنيع اللعبة. ايش طبيعة اللعبة؟ ايش الكاركترز اللي فيها مثلا؟ ايش السيارات؟ هل هي سيارات؟ هل هي لعبة تانية؟ تصنيع اللعبة، الليميتيشنز بالجيم عشان نعرف السكوب تبعنا، بايش نشتغل بايش ما نشتغل، نحط تايم استيميشن للموضوع. بعد هاي المرحلة بنتصفي انه بنعمل زي يعني زي مانجمنت للتاسكس الموجودة، تو بريك داون هاي التاسكس للاشخاص المناسبين. خلص بنبلش شغل عليها لحد ما انه نصفي كل فترة وفترة نعمل زي بروتوتايبنج للجيم، او نعمل زي ديمو انه قد ايه وصلنا، او قد ايه انه صعب لانه انت تو ميجر الجيم من ناحيه شيء بتقرايه لانها هي اكسبيرينس بتعيشيها، فبالتالي بدك ديمو او بروتوتايب تلعبيه كل فتره تعرف البروجرس تاع الجيم. بهاي الخطوه نعمل اصدار صغير جوا المكتب عندنا في طماطم، كل موظفين طماطم بيقدروا يلعبوا هاي اللعبه، وبنشوف ايش في اشياء تطويرات وتحسينات ممكن نزيدها وممكن نعدلها. بعد هاي الخطوة نعمل إشي اسمه soft launch. بالsoft launch إيش بنعمل؟ بنصدر اللعبة لعدد محتكر من المستخدمين اللي هم خارج الشركة، وبنشوف فيك إحنا شريحة صغيرة من الناس إيش رأيها في اللعبة وإيش لازم نعدل فيها. الخطوة اللي تيجي بعديها اللي هي بنحدد وقت لإصدار اللعبة على البلاي ستور وعلى أب ستور. اللعبة التي انتظرها الجميع، لعبة هز الحديد، راح تكون موجودة على الآيفون والأندرويد يوم الثلاثاء القادم 1/12. انتظروها. بعد الإطلاق الرسمي طبعاً بيكون في عنا شغل تاني اللي هو بيعتمد على كوميونيتي مانجمنت وسبورت لليوزرز. هذا الإشي كتير مهم إنه دائماً نكون نأخذ آراء المستخدمين، دائماً نسمع إيش ملاحظاتهم، دائما نتاكد ايش في افكار واشياء بنقدر نضيفها على اللعبه نطورها ونحسنها. مده طرح اللعبه تتراوح، في عندنا العاب تم تطويرها وانشائها خلال اسبوع، في عندنا العاب اخذتنا حوالي
من 6 أشهر لتسع أشهر لتطويرها، فبيعتمد على حجم اللعبة ومدى تعقيدها ومدى الأفكار المطروحة في اللعبة، فالفترة متراوحة حسب تعقيد اللعبة. البزنس موديل بتعتمد على الإعلانات أو على طرق الدفع عن طريق الكريدت كارد والناس اللي بتحب تشتري أشياء أكثر في داخل اللعبة. لما بنتعامل مع مطورين من حول العالم بتعريب ألعابهم، فإحنا بالتالي بنكون بنشارك معهم الأرباح. ممكن تشاركي معهم أرباح بنسبة 50-50 50-40-60 70-30، بيعتمد على طريقة الديل وطريقة هيكلة الاتفاقية. السلام عليكم أصدقائي، معكم في حلقة جديدة من العاب طماطم. بهذه الحلقة رح نحكي عن لعبة بلوت، واحدة من الألعاب الرائعة الكاردز جيمز الموجودين على منسوق الألعابنا الجديدة عن طريق سوشيال ميديا انفلونسرز، بنعلن عندهم الألعابنا الجديدة، وعن طريق ألعابنا القديمة اللي تقريبا عندنا 40 مليون داونلود عليهم، بنحط بألعابنا القديمة يعني زي إعلانات صغيرة عن ألعابنا الجديدة، جربوا هاي اللعبة العبوها، إنه لعبة جديدة بشركة طماطم هيك، فالناس بتنزلها وبتصير تجرب تلعبها. نوفر فرصة لمجموعة منكم يكونوا النخبة مميزين انهم يجربوا اللعبة قبل صدورها، اللي مهتم انه يجرب اللعبة ينزل تحت ويسجل بالرابط. أول شيء كانت قناتنا باليوتيوب مقتصرة على الفيديوهات المختصة بالألعاب زي التريلر والدعايات وهي الأشياء. بعدين دخلنا على مجال أن نصور، صرنا نشرح الألعاب للمتابعين نتواصل معهم أكثر. اليوتيوب بالتحديد هو بيساعد أكثر على أنك تفهم اليوزر وتأخذ منه فيدباك، لأنه هو تحديداً منصة تنفع أكثر للجيمز. واحدة من الألعاب اللي إحنا اليوم إحنا بنيناها اللي هي هز الحديد كانت مبنية تماماً على آراء المستخدمين، حتى الاسم اللعبة هم اختاروا اسم اللعبة، نوعية السيارات الموجودة في اللعبة، نوعية الموسيقى الموجودة في اللعبة، كل شيء، المراحل الموجودة في اللعبة كانت بناءً على المستخدمين اللي بيلعبوا هاي اللعبة. كان في عقبتين رئيسيتين في تطوير الشركة وبدايتها. العقبة الأولى كانت تتعلق دائماً بالتمويل، لأن التمويل لفكرة مثل الألعاب الموبايل والألعاب بشكل عام تمويلها صعب في الوطن العربي، وهذا الحكي أدى إلى أنه أواجه كثير مصاعب لإقناع المستثمرين في الدخول فيها. الصعوبة الثانية كانت تتمثل في إقناع موظفين أنهم يشتغلوا في شركة ناشئة، بحيث أنهم يتركوا أشغالهم الثابتة في الشركات الكبيرة ويجوا يشتغلوا في شركة عدد موظفينها 2 أو 3 أشخاص، أو حتى كنت في البداية كشخص لوحدي، فهاي عقبات كثير صعبة كانت في البداية، ولكن الحمد لله كان يعني استطعت أنه أتغلب عليها. في بداية المشروع خلال سنة 2014 كان في عنا حوالي 6 ملايين تحميل للمشروع أو لألعاب طماطم. في 2015 صار عنا 11 مليون لألعاب طماطم، وفي سنة 2017 صار عنا 17 مليون، بحيث مجموع الثلاث سنوات حوالي 37 مليون تحميل. شركة طماطم عم تنمو بشكل مضطرد بحوالي 150% سنة عن سنة من ناحية الأرباح. في سنة 2016 حققت الشركة حوالي $1 مليون في أرباحها. توقعاتنا إن شاء الله في 2017 في تحقيقها حوالي $2.5 مليون. خلال الست أشهر الماضية من شهر يناير أو من شهر ديسمبر 2016 لغاية شهر مايو 2017 الشركة عم تنمو بشكل أسرع بحوالي 20% شهر عن شهر كنمو شهري للشركة. لما تم تأسيس طماطم كان الهدف الرئيسي منها أنها تكون ناشر الألعاب العربية الأول في الوطن العربي، واليوم احنا كثير قريبين من هذا
من تحقيق هذا الحلم. طموحنا في المستقبل هو أن نكون ناشرين الألعاب في الأسواق الناشئة، مش بس في السوق العربي، فحابين نتوسع إلى أسواق أخرى ويكون عندنا انتشار في كل الوطن العربي وفي كل الدول المجاورة للوطن العربي. عالم كقرية